بامتياز. نادي بارادو وبتشكيلة محلية يدخل المنافسة بقوة، فبعد تعادل خارج القواعد يتألق في أول مباراة له داخل الديار مقدما درسا لن تنساه مولودية العلمة التي غابت عنها أبجديات كرة القدم في هذا اللقاء. الفريق تاعنا يعني مركز كثير على منتوج الفريق الأكاديمية، ولهذا يعني احنا ما جبناش انتدابات كثيرة غير ثلاث انتدابات ما فيهم حارس ولاعبين، ولكن في الأخير اللاعبين الآخرين كلهم من الأكاديمية تاعنا، وهذه هي فلسفة الفريق. دخول قوي لبارادو الذي هدد مرمى الحارس محزم في أكثر من مرة، وبعد 16 دقيقة لعب فقط عمل ثنائي في الهجوم بين بوعتبا وعطال الذي نجح في فتح باب التسجيل. هدف جاء بطريقة جميلة وبكرة قوية لم يتمكن الحارس محزم من التصدي لها، أمر أربك دفاع المولودية، وكرة طويلة من حارس بارادو تصل نيجي زكريا الذي يوقع الثانية بعد ثلاث دقائق فقط عن تسجيل الهدف الأول. ردة فعل مولودية العلمة جاءت من خلال هذه المحاولة، كرة بين أخذ ورد ودفاع بارادو ينجح في إبعاد الخطر عن مرماه لتنتهي المرحلة الأولى لصالح أصحاب الأرض بهدفين دون رد. مد أبناء العاصمة تواصل في الشوط الثاني بأداء فني راق وأهداف سجلت بطريقة رائعة، وهذه المرة بن خليفة يسجل الهدف الثالث مستغلا كرة في العمق في الدقيقة 52. خمول متواصل في دفاع مولودية العلمة ترك عداد الأهداف يتواصل لبارادو، وهذه المرة دروش في الدقيقة 72 يهز شباك المولودية على طريقة الكبار، وكرة في الزاوية جاءت بالهدف الرابع. فوز إذا كان بالأداء والنتيجة، هو بمثابة إنذار من بارادو لمنافسيه في بطولة هذا الموسم.